تعملي ايه؟ بحاول انيمها. بصي يا لولي تيتا هتموت. ناخد جولف لودا؟ يلا بينا. نظرنا دلوقتي ما شوف الله هيجي. ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهارده متجهين الى المدينه المنوره. بصوا يا جماعه مين بيوصلنا. يا جماعه بصوا واخدين شنط قد ايه. بصوا الشنط مش عارفه في ايه. انت تصورينا وانت مش تزاري. ماما قولي الصراحه احنا فارقين معاكي ولا العيال بس الفارقه معاكي؟ بتعيط اكيد عشان خاطر العيال مش عشاننا. قولي الصراحه انت تعيط. تيجي بقى ده هو قلت له ماما لما هاجر هتعمل ايه؟ كل مره المره دي مش لوحدها. لما هاجر هتعمل ايه؟ المره دي مش لوحدها. المره دي مش لوحدها. بصي لولو بصلها ازاي؟ المره دي مش لوحدها. خلاص هو انت هتتكلم تاني؟ هتعمل ايه في غياب يا حرفه؟ قول لي. عادي يعني. هتعمل ايه في غيابي؟ انت عملت حاجه في غيابي؟ انا لما مشيت حملت معايا حاجه؟ انتوا قاعدين عادي عايشين حياتكم. يلا يا لولو. هي زوز ده هم ست ايام اسبوع. يا حبيبي حبيبي. زوزو وحيد اللي جاي. يلا بينا. هتقعد تضحك لهم وتقهرهم بقى دلوقتي. بصي يا لولي تيتا هتموت عشانك. تيتا هتموت عشانك. محمد ماما موتت نفسها على الاوضه. هو محدش بيعيط عليه بجد والله العظيم. بصوا منظرها بس. اهي يا جدعان. يلا بينا. عاجبك تيتا؟ مبهدله الدنيا بسبب القرده الصغننه دي. ميكي ماوز الصغنن ده. تعملي ايه؟ بحاول انيمها بس. فاكر الرحلة دي من سنة؟ نايمين ونور كنا لوحدينا. كنا باراشوت. كانت في أصلا لسه بقيت حامل فيها. عملوا فينا إيه النهاردة؟ لا 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 بجد على فكرة بيعدونا عشان لولي والله. فتشوا لولي أصلا. بقت بني آدمة. جاية تفتشني بعد كده بتفتش. قلت طب بذمتك دي تتفتش. قالت لي أعمل إيه غصب عني؟ راحت مفتشة فكرة راحت ماسكة وقعدت تبوس فيها. يا رب تنام عشان خايفه قوي من الطياره وهي مش عارفه. هنجيب لها حاجه نحطها في الود؟ لا يا نهار نسيت بس انا هحاول انيمها يعني وتبقى نايمه فاهم؟ ماشي يا رب. الحمد لله وبحمد ربنا جدا. رايح مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها فرحه كده. عارف ان انتم تحس ان البيبي رايح مثلا ملاهي والله تحسوا كده مثلا فرحه. ممكن توريهم الاوتفيت بتاع لولي؟ ما ادريش يا جماعه. مش عاجبه. ايه رايكم الاوتفيت بتاع لولي؟ جامد صح؟ ميكي ماوس بجد ربنا يوصل لنا الحال ويا رب. بص يعني من سنه وشهرين كنا بندعي لنفسنا احنا السنه دي تقريبا هيبقى نص دعوينا او ربع دعوينا لينا وربع دعوينا ان ربنا ييسر الحال لبنتنا. ان احنا يا جماعه بجد كل الدعاوي اللي دعيناها السنه اللي فاتت هنا الحمد لله ثلاث ارباعها اتحققت. فضل حاجه واحده بس اللي هو ان احنا خلاص مش لازم ماشي نوضح لان ربنا كرمه واسع. فما ربنا يحقق لنا حاجه من اللي احنا دعيناها دي كبيره. فما غبالك بقى كل اللي دعيناه والله العظيم سبحان الله الحمد لله كل اللي دعيناه اتحقق ما عدا حاجه واحده. وانا ببقى عارفه ان الحاجه اللي مش مستحق دي ربنا بيبقى شايلها احسن أكبر. والاكبر الله. والاحسن لينا يعني الحمد لله. ان شاء الله ربنا يحقق لنا. نركز بقى للمره دي على دعوه الشغل ونركز ونركز دعوه ان لولو ربنا يوفقها في حياتها وندعي للناس تطلع صالحه كده اللي جابونا هنا كمان. دي حاجه تانية دي حاجه تانية خالص. لازم ده ليهم نصيب كبير من الدعوه سواء عائله ام عبد الله الكريمه وام عبد الله وكلهم والمتابعين مش ناسينهم وكاتبين في الانستجرام الناس اللي بعتت لنا وهنفتح الشات وهندعي لهم. بس ما نروح مكه بقى ماشي. يعني بص يا جماعه يعني ام عبد الله مش هتكسب ثواب عمرتنا احنا بس يعني. وانا اصلا عشان هعمل عمره كمان لما صاحبتي توفت فهيبقى الضعف يعني اثنين يعني انا وميار ومحمد وليل كلنا. خليكم معانا بقى وكملوا الفيديو واستنوا بقى ما نوصل هناك ونصور لكم الاوضه بقى والفندق وكده. يلا بينا يا حلو. بص ليل عامل فيها ايه. انا تمرمطت بجد بجد اتمرمطت بيها النهارده بجد. ناخد جوه في الاوضه. يلا بينا. اول حاجه كده تخشوا على المطبخ. لا بجد جامد قوي. في هنا كافي ماشين وفي كوبايات وحاجات وفي شاي وبتاع. نغسل المواعين في دولاب مطبخ.
بص بص من هنا كنا جبنا طقم الصيني بتاعنا عشان هنا مش فاهمينه. في هنا تلاجة بس احنا شنطنا قافلة الدنيا، وده برضو بدو لعيب من تحت. خلاص هما مش هيتجوز. ماشي تعالوا هنا. طيب اجمد حاجة انا هسرق كل اللي انا احنا بنعمل كده. سؤال، هما ليه بيحطوا كوبايات في الحمام؟ ليه صح؟ مش عارف، كذا مرة اروح فندق لقيت نفس الموضوع. نفسي افهم المغزى. في هنا بيت الراحة. بقيت الاوضه هي بقى دي الاوضه. انا اللون بتاع الحيطه ده عجبني جدا. تعالى بجد نعمله، نغير الليفنج ونعمل اللون ده بجد. خلاص انا اعتمدت. بص مع الجري حلو جدا. يلا بينا. نقول ده الدولاب، الدولاب جامد جدا بالدين. حلو قوي. دي خزنه الحمد لله. ده في خزنه. لا خزنه دي، لا دي خزنه النور. نور ايه؟ انت فكرت نفس الكوبس. ايه ده شكلك بجد يعني كيكي خالص بجد. شكلك كيكي. انا بعت لي خزنه. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ المصاحف دي بتاعت مين؟ لا البنت بتاعت الفندق. عشان تعرف يعني انا اصلا مولوده في فندق. طب دي ايه دي بقى؟ لا ده دي كورة. مش بتتفتح؟ الشاشه دي تلزمكوا في حاجه؟ مش عايزين اوريكم الفيو؟ الفيو عشان هو مفيش فيو بصراحه. بس اصلا فكره ان الفندق في ما انا بقى مش عايزين احنا نعمل مفاجاه ان الفندق بجد في مكان جامد. هصور لكم المسافه ما بين احنا نازلين الحرم. تخيل بجد الفندق روعه بس احنا مش قادرين نتكلم. بجد بسبب ان احنا قعدنا ساعه او ساعتين كده ايه بنستلم بنسكن. فهم مرهقين جدا بس هنعمل ايه بقى؟ هننزل نصلي، نصلي المغرب مش هننام. احنا يا دوبك جينا على صلاه المغرب، فاتنا الظهر والعصر، فهنحاول نصليهم دلوقتي بسرعه لان احنا ما عرفناش حتى نصليهم في المطار، وبعد كده هننزل نصلي المغرب باذن الله. حاضر، هنصلي المغرب حاضر في المسجد النبوي. انا مش مصدقه. امان يا حاجه علياء حرم. جماعه بجد الصلاه الجمعه في الحرم في المسجد النبوي حاجة أنا مش قادرة يعني مش قادرة أستوعبها بجد. يعني حاجة تفوق الجمال وتفوق كل حاجة حلوة في الدنيا، يعني أحلى من أي حاجة ممكن تكون. اللي يشوف منظرنا دلوقتي، استنى كده، اللي يشوف منظرنا دلوقتي ما شفناش وإحنا أول ما جينا دخلنا الفندق وعملنا كنا ميتين. كنا ميتين بجد. نمنا. تعالى في الملاذي أحسن. تعالى. دي مختلفة والله. أيوة. مختلفة. معانا بنتنا. هو انك انت خنن جماعة بجد مؤدبة. يا جماعة الفندق هوريكم الفيو بتاع المطعم. احنا قاعدين بناكل وبنبص على الحرم. لازم بكرة نصور لكم بقى واحنا بنفطرش. احنا النهاردة كنا مستعجلين قوي. بكرة هنصور لكم ان شاء الله. ماشي. ايه رأيكم في العباية دي؟ بصوا يا جماعة العباية دي ليها قصة معايا. دي كانت أم عبد الله حبيبتنا جايباها هدية لمامة محمد. سانتوم منيرة. بس هي جدة ضيقة عليها شوية، هي اصلا يا دوبك عليا فجدة ضيقة عليها، فانا طبعا اللي خدتها يعني شبطت فيها. حظك حلو انت دايما. ايوه خدتها منها. وريهم بقى الاوتفيت بتاعي. ماشي. لا ورينا ورينا. ابشر والله. ورينا العباء. والله ورينا. والله بحبك كتير. مرة مرة. مرة مرة مرة. قلنا مرة مش كتير. جامد. ماشي.